السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. اليوم عندنا جهاز الـ F2 Pro، بوكو F2 Pro من شركة شاومي. طبعا هذا وصلونا يا شركة شاومي بغداد، مشكورين. راح ادرك لكم الرابط مع الفيس اسفل الفيديو، كذلك اليوتيوب تقدرون تشتركون وياهم وتتابعون صفحتهم على الفيس. ينشرون كثير من الاجهزة، ممكن اول باول يجيبون لك الاجهزة شاومي ومنتجات، اغلب منتجات شاومي. هذا الجهاز اجاني بسعر $465، ذاكرة عشوائية 6x128، لو كانت 8 شوية افضل. هذا الجهاز يعتبر من افضل الاجهزة حاليا موجودة عندنا بالعراق. يحمل معالج سناب دراجون 865، بطارية 4700 ملي امبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، والسعر جدا ممتاز مع هذا الجهاز. هذا الجهاز يجيك بشاشة كاملة 6.67 فول اتش دي بلس. اليوم راح اسوي لكم فتح صندوق وراويكم نظرة سريعة عن مميزات هذا الجهاز والالوان اللي جانبية وتصنيع هذا الجهاز. كذلك بالايام القادمة راح اجرب عليه كثير من الاشياء، الكاميرا والبوبجي والبصمه مال الجهاز راح اجربها، اسوي لكم اياها فيديو خاص. كذلك المراجعه الخاصه والمراجعه العامه للجهاز، شنو تردون اذكروا لي اياها بالتعليقات، راح اذكر لكم اياها او اوضح لكم اياها بالفيديوهات القادمه. كاميرات بالنسبه لهذا الجهاز راح يجيك بكاميرا اماميه 20 ميجا بكسل، كاميرات الخلفيه العدسه الاساسيه راح تكون 64 ميجا بكسل، اضافه لها 5 ميجا بكسل زائد 13 ميجا بكسل زائد 2 ميجا بكسل. كاميراته بعد التجربه اقول لكم بانه هذا الجهاز كاميراته حلوه ولا مو حلوه. طبعا بالنتيجه خلينا نشوف فتح الصندوق وشنو راح يكون محتويات هذا الجهاز. هذا هو الـ F2 Pro نسخة الـ 5G، طبعا هذه نسخة عالمية. بنفتح الصندوق، تشلبوا هذه العلبة، ايش راح نلقي بالعلبة مال شركة شاومي؟ هي طبعا هذه العلبة، خليت لك حافظة وكتيبات شركة، والحافظة هو هذا، حافظ نوعا ما لكن قوية، نوعا ما تحافظ لك على الجهاز لكن قوية. هاي اذا خليناها على صفحة، هذا هو الجهاز. هذا بعد خلينا نفتهم شنو الوضعية بعدين. نجي لمحتويات العلبة، طبعا كعادة شركة شاومي تخلي لك سماعات. هذا اليو اس بي تايب سي، نريد عام 30 واط، هو هذا الشاحن مال اللي جوا الجهاز. طبعا الجهاز ما جوا سماعات. الكتابات تفيد لك انها نسخة عالمية كوالكوم 865 5G، طبعا 6.7 شاشة الاموليد ديسبلاي، وهاي الكاميرات الهوسة مال الكاميرات تصور لك 4K 8K، هاي تصور لك 8K تصوير، وعندك البطارية 4700 ملي امبير، تدعم الشحن السريع ب 30 واط. طبعا هذه معلومات هم يتقصدون يكتبونها على الجهاز على مود يقولون هذا الجهاز عندنا، يعني تقدر تقول هو ولا غيره. راح نفتح، طبعا احنا شرحنا سابقا بانه شنو الفرق ما بين النسخة الصينية والنسخة العالمية، وهذه هي النسخة العالمية. هذا منها تعرفه انه نسخة عالمية او نسخة صينية. شوف الشكل مال الجهاز وتموج الالوان الموجودة بالجهاز، حقيقة الجهاز جدا جميل، حتى تشطيبة الكاميرات اللي حلوة. هذا هو زر الباور، كذلك هاي خفض ورفع الصوت. هنا عندك من الاعلى الكاميرا اللي تخرج، هي كاميرا منبثقة، هنا منفذ 3.5 للسماعات المستقر، وعندك نظام الاندرويد 10. الكاميرا الامامية تخرج، عندك بنفس الكي 20 برو تخرج من الاعلى وتنطيك شاشة كاملة وتقدر تغير بها كثير من الاشياء. بعد ما شفنا فتح الصندوق وشنو محتويات الموجودة داخل العلبة، اكيد اكو سؤال ببالك تريد تسأله شنو بالنسبة للجهاز، فأسئلة بالتعليقات راح أجاوب عليها، بالنسبة للحرارة، بالنسبة للألعاب، بالنسبة للكاميرا، وشنو أداء الجهاز. نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة على مود تشوف أول بأول. حاول أنه تشترك بالقناة وتفعل الجرس وتأخذ الكل بدل العادي. كم مرتضى الجليحاوي، وفي أمان الله.